جرى لقاء صباح اليوم بمنتجع مارا السياحي، اجتماع عمل ضم مسؤولي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـMPS ولفد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بهدف تفعيل بعض الاتفاقيات الموقعة بين الحزبين الحاكمين في البلدين. ترأس الاجتماع الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زينبادة. تقرير سيد أحمد حسن. اليوم الثاني من زيارة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بجمهورية السودان إلى جانب الحركة الوطنية للإنقاذ الحاكم بجمهورية تشاد، عقد فيه الطرفان لقاء تباحثا فيه حول تفعيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل أشهر مضت. المستشار محمد زينبادة الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ قال كل 6 أشهر يستقبل إحدى الحزبين بدولة الآخر، وذلك سعيا لتوطيد العلاقات وتطوير القطاعات الإنمائية بكلا البلدين، وهذا يدل على صدق الرابط بين البلدين والرئيسين والحزبين وكذا الشعبين. وأضاف زينبادة أن تشاد والسودان دولة واحدة رغم الحدود التي رسمها المستعمر، إذ يربط كلا البلدين جذور تاريخية لا تزال تنبض بالحياة حتى الآن. وكرر شكره وترحابه بهذه الزيارة مؤكدا أنها ستثمن بما فيه مصلحة الشعبين، وطلب في نهاية كلمته من رجال الأعمال التشاديين تبادل الأفكار مع أشقائهم السودانيين وإدخال أكبر قدر ممكن من المشاريع حيز التنفيذ كي تعم الفائدة الشعبين الشقيقين. أما رئيس وفد حزب المؤتمر الوطني مساعد رئيس جمهورية السودان المهندس إبراهيم محمود حامد فقد بشر بالخير المنتظر من هذا اللقاء الذي جمع الحزبين. نريد أن تكون هذه العلاقة بين السودان وشاد نموذج للوحدة الأفريقية الكبيرة التي يعشم فيها ويتوقعها كل الأفارقة، ثم نقول نحن بفضل قيادة البلدين استطعنا أن ننجز إنجازات في مجالات مختلفة، أنشأنا القوة المشتركة لتأمين الحدود وكانت هي نموذج، لذلك نحن في المؤتمر الوطني راضون تمام الرضا عن التعاون الأمني بين البلدين، لأن الأمن هو القاعدة التي ينطلق منها باقي النشاط والتنمية والتعاون الاقتصادي. ونذكر أن القطاع الاستثماري يتصدر الملفات التي ستتناولها الجلسة، وستستمر الأعمال واللقاءات حتى بعد غد الاثنين بمشيئة الله.